جزاكم الله خيرا. يسأل أحد المستمعين عن حديث الآحاد، وهل يؤخذ به في الحدود، وما حكم من لا يأخذ به؟ جزاكم الله خيرا. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به في الحدود وفي غيرها. وأما الذين يقولون إن خبر الآحاد لا يعمل به في الاعتقاد في مسائل العقيدة أو في كذا أو في كذا، فهذا كلام باطل، فهذا كلام باطل. فالله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا عام في كل ما بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.